الأدوية والكلي. نتحدث مقدمي عادة مثل ما بتعرفوا بالأدوية بيخضع الدواء بعد دخوله للجسم لكل من الامتصاص والتوزع والاستقلاب والإطراح، هاي الحرائق الدوائية. وقبل أن يطرح الدواء خارج الجسم لا بد أن يمر بإحدى محطتين، إما الكبد والكلي. يكون إطراح المواد عبر الكلي إما إطراح كلي، يعني بينطرح الدواء عن طريق الكلي بشكل كلي وهو حال أغلب الأدوية، أو إطراح جزئي كان تستقلب في الكبد ثم يتم إطراحها في الكلي، أو يطرح جزء منها عن طريق الكلي. هلأ الأدوية والسمية الكلوية، تعتبر الكلي مصفات لكثير من الأدوية سواء كانت دموية ولا وريدية، فبذلك هي عرضة للأذية نظرا لالتماسها مع هذه المواد. تملك بعض الأدوية نمطين من السمية الكلوية، نمط حاد ونمط مزمن، وكل نمط له آلية مختلفة. ومن الأمثلة عليها مركبين هني مثلا السيكلوسبورين والتاكروليماس. السيكلوسبورين والتاكروليماس عبارة عن دوائين مثبطات للمناعة يستخدموا بعد زرع الأعضاء وخصوصا بعد زرع الكلي. تحدث الأذية الكلوية الحادة بآلية ما قبل كلوية ومتعلقة بزيادة تركيز الدواء في الدم. أما الأذية المزمنة تحدث بسبب تليف خلالي وضمور أنبوبي. الحادي بآلي ما قبل الكلوي وتتعلق بتركيز الدواء بالدم، أما المزمني بسبب تليف خلالي والضمور بالأنبي. طبعا هناك بعض الأدوية قد تؤدي إلى أحداث الأذية الكلوي بعدة آليات، وأهم هي الأدوية على الإطلاق هي مضادات الالتهاب غير السيرويدي. طبعا تزيد مشاركة عدة أدوية معروفة بسميتها الكلوية من نسبة حدوث وشدة هذه السمية، كما مشاركة مثلا مضادات التهاب غير السيرويدي والجنتامايسين مركبات الأمينو والجلوكوزيد، أو مشاركة المدرات مع المواد الضالية. هلأ بنتحدث عن عوامل الخطر لحدوث الأذية الكلوية المحدثة بالأدوية. تزيد هذه العوامل من نسبة حدوث الأذية الكلوية ومن شدتها، وهي العمر أكثر من 60 سنة، فحجم الكلي يصغر تدريجيا بدءا من هذا العمر، وأيضا تنقص التصفية الكلوي أو معدل الرشح الكبد. أيضا تزداد في حال وجود داء كلوي سابق، قصور كلوي مزمن أو اعتلال كلوي مثل مرضى السكري أو مرضى زرع الكلي. أيضا باستخدام جرعات عالية من الأدوية مثل التاكروليماس، واستخدام أكثر من دواء سام كلويا بوقت واحد مثل مضاد التهاب غير السيرويدي مع جنتامايسين مثلا. أيضاً تزداد السمية الكلوية عند مرضى الورم النقوي العديد المالتيبل ميلوما. المالتيبل ميلوما قد يترافق مع اعتلال كلي وله أكثر من سبب، إما بسبب فرط كالسيوم من الدم، لأنه مرضى المالتيبل ميلوما عادة بيحدث عنده ارتفاع بكالسيوم من الدم، وأيضاً بسبب فرط حمض البول بيزداد عندهم اليوريك أسيد، وأيضاً والتجفاف والداء النشواني. الداء النشواني اللي هو يكونوا بالمراحل النهائية اللي بيسوي لنا اعتلال الكلي بالداء النشواني، وايضا بسبب بيليت بروتينات بينس جونز اللي هي منشوفه عند مرضى الداء النقوي العديد. فبيحدث يعني بسبب اليات مختلفه، لكن اهمها هي الاليات اللي عددناها. يؤدي الورم النقوي العديد الى اذيات كلويه في 80% من الحالات. وراح نبدا بشرح آليات الأذية الكلوية. عادة تحدث الأذية الكلوية الدوائية الحادة بثلاث آليات رئيسية، إما أذية قبل كلوية أو أذية برانشيمية يعني انترارينال، أو أذية بعد كلوية بوسترينال. الأذية الكلوية الدوائية الحادة ما قبل الكلوية هي أيضا تحدث بثلاث آليات، وجميعها تؤدي إلى إنقاص التروية الدموية الكلوي. الآلية الأولى هي آلية نقص الحجم، ففي حال نقص الصوديوم يعني بيكون عندنا نقص بالحجم خارج الخلوي، كما عند أعطاء المدرات للمرضى مثل سواء المدرات العروق أو المدرات تيازيدي بشكل غير مراقب وبدون تعويض للسوائل، فتؤدي إلى حالة نقص حجم للسائل خارج الخلوي. عادة بيؤدي نقص الحجم إلى العطش عند المرضى،
لكن مثل ما بتعرفوا المرضى المسنين قد يضطرب لديهم أو يضعف منعكس العطش، فالمريض إما ما بيشعر بالعطش بشكل كافي، أو أحيانا في بعض المرضى المقعدين مثلا بدور رعاية مسنين، أو بيكونوا مثلا بسبب عندهم أمراض عصبية مثلا من قعدتهم بالفراش، أو عندهم الخرف فما بيحصل المريض على كمية كافية من السوائل، ولهذا قد يحدث لديه نقص الحجم، وهو غالبا بيحصل لدى المسنين بشكل أكثر. الآلة الثانية هي نقص النتاج القلب، هون ما بكون نقص حجم فعلي، بل بهالحالة هي بينقص الجيران الدموي إلى الكليتين بسبب نقص النتاج القلبي، وأحياء غالبا يحدث بأدوية مبطئة للقلب مثل حاصرات بيتا وحاصرات أقنية الكالسيوم الفيرابامين والدلتازين، لأنه هدول أصلا هي الأدوية كلها بتنقص قلوصية العضلي القلبي. الآلة الثالثة هي نقص التروي الكلوي بآلية تقبض وعائي مثل مضادات التهاب غير السيرويدي، هاي بتثبط تصنيع البروستاجلاندينات فبتؤدي لتقبض الشرايين الوارد، تقبض الشرايين الوارد بيؤدي لنقص معدل رشح الكبه، وايضا عندنا مثبطات الخمير القلبي للانجيوتنسين او حاصلات مستقبلات الانجيوتنسين 2. آلية الاساسيه هي توسع الشرايين الصادر وبالتالي تؤدي لنقص معدل الرشح الكبه. اما السيكلوسبورين والتاكروليماس هدول مثبطات مناعه مثل ما ذكرنا تعطى بعد زراعة الأعضاء مثل زراعة الكلي، وأيضا قد تستعمل عند بعض المرضى المصابين بالتهاب الكبد والكلي الحاد، بتؤدي لتقبض الشرايين الوارد أيضا، وبالتالي بتؤدي لنقص معدل الرشح الكبد. تزداد خطورة حدوث الأذية ما قبل الكلوية في الحالات التالية: في حال مشاركة أكثر من دواء مثل مشاركة المدرات مع تاكروليماس أو السيكلوسبورين، مريض لديه تجفاف لأي سبب كان كالإقياءات والإسهالات الشديدة، والمرضى مصابين بقصور القلب، لأن قصور القلب بيترافق مع نقص نتاج القلب وبالتالي نقص الجرين الدموي الكلوي، وفي حال تناول المريض الزائد للمدرات سيزداد أيضا نقص الحجم ونقص التروي الدموي الكلوي. هلأ مثال مرضى قصور القلب، غالبا بتناولوا مجموعة كثيرة من الأدوية، ومن ضمنها عادة تعطى بشكل روتيني يعني حاصلات الخمير القلبي للأنجيوتنسين، فإذا حصل عند هالمريض هذا مريض قصور القلب أو تناول مركبات الأسي إنهبترز، إذا حصل لديه إسهال شديد بهالحالة هي يجب إيقاف الأسي إنهبترز كونها تعيق معوض الكلي، يعني لأنه تثبيط الخمير القلبي للأنجيوتنسين محصلي بيمنع تشكل أنجيوتنسين 2 ما ذكرنا انه هو عباره عن وعاء، وايضا بيؤدي لزياده افراز الدوسيرون. بالتالي لما نعطي مثبطات خمير القلب نمنع هالمعاوضه الكلويه هي، وبالتالي بينخفض اكثر معدل الرشح الكبه في حال استمر الاسهال ونقص الحجم والتجفاف عند المريض. هلا تدبير الاذيه الكلويه الحاده لاسباب ما قبل الكلويه: ايقاف الدواء او الادويه المسببه والإماها الجيده لاعاده الحجم خارج الكلوي، واللي عاده ما بتكون باعطاء سيروم ملحي. كملخص لهذا النوع من الاذيات الكلويه واليتها: المدرات بتؤدي لنقص الحجم، حصلات بيتا وحصلات تقنيه الكالسيوم بتؤدي لنقص النتاج القلبي، مضادات الالتهاب غير السيرويدي والسيكلوسبورين والتاكروليماس بتؤدي لتقبيض الشرايين الوارد، اما الاسي انهبيترز والانجيوتنسين 2 ريسبتر بلوكر فبتؤدي لتوسع الشرايين الصادر، وكل هالاليات بمجملها بتؤدي لنقص التروي الدموي الكلوي او نقص الجريان الدموي الكلوي. هلا الاذيه الكلويه الدوائيه الحاده اللي لاسباب برانشيميه يعني ضمن الكلي بتحدث باليات متعدده، وقد تحدث يعني قد تحدث بعض الأدوية أذية بأكثر من آلية، قد تكون الأذية على مستوى الأنابيب أو الخلال أو الكبب أو حتى على جميعها، وبتتضمن ما يلي: نخر أنبوبي حاد ناجم عن سمية أنبوبية مباشرة وهي الآلية الأهم والأشع، أو نخر أنبوبي حاد ناجم عن سمية أنبوبية
غير مباشره، قد يحصل التهاب خلالي، التهاب كلي خلالي حاد كثير بعد استعمال مضادات التهاب غير السريدي او حتى بعض انواع المضادات الحيويه. ايضا قد تحصل سموية أنبوبية خلالية أو أذي كبي بآلي مناعي، وأيضا في بعض الأدوية تؤدي إلى حدوث اعتلال أوعي دقيقة خثرة. راح نشرح بعض هاي الآليات وأهم الأدوية اللي بتؤدي إلها. أولا عندنا نخر أنبوبي حاد ناجم عن سموية أنبوبية مباشرة، وهون بترسب الدواء بحد ذاته في الأنابيب وخاصة في الأنبوب القريب، فبيؤدي لتخرب في خلايا الأنبوب ينتهي بالنخر الأنبوبي الحاد. من الأدوية المسببة لهذه الأذية انتبهوا لها، هي مركبات الأمينو جليكوزيد مثلا جنتاميسين، وهو الأشع والأعلى سمية من ناحية الكلي، وتختلف شدة أذية الأمينو جليكوزيدات حسب كمية الجذور الأمينية فيها. فمثلا الأميكاسين بيحوي على الجذور أمينية أقل من الجنتاميسين، لذلك يكون الأميكاسين أقل سمية من الجنتاميسين. أيضا المواد الضليلي اليودي اللي تستخدم عادة لتصوير الطبقة المحوري أو تصوير الكلي ضليل. عندنا بعض الأدوية كذلك سيسبلاتين، هذا علاج كيميائي للأورام وخصوصا يستخدم في أورام، والأنفوتيريسين ب عادة هذا مضاد للفطرية. يزيد العطاء المتشارك للأمينو جليكوزيدات لأن لها سموية كلوي مع الفوروزمايد من الأذية الكلوي. الأعراض والعلامات السرية والمخبرية ارتفاع الكرياتينين نتيجة الأذية البرانشيمية الحادة، لكن دون وجود بيليبروتيني أو دوي عادة. قد تشاهد اسطوانات بني مصطبغة بفحص البول والرسب، وهي مميزة مثل ما ذكرنا للنخر الأنبوبي الحاد الأكيوتيبلر نيكروسيس، بتكون اسطوانات بنية بنية اللون، وأحيانا بسموها مثل الطين، اسطوانات طينية أو بنية. قد يحدث شح بول أحيانا وقد لا يحدث، مو كل الأدوية بتحدي شح بول تبعا لنوع الدواء، لذلك شح البول مع استعمال الأدوية ليس علامية رئيسية. مثلا المواد الضليلي، اعتلال الكلي الناجم عن المواد الضليلة واعتلال الكلي الناجم عن الأمينوغليكوزيدات عادة بيكونوا يعني محافظ الإضرار فيه بيكونوا محافظ، ما بترافق مع شرح بول، لكن تترافق مع ارتفاع أرقام البولي والكرياتينين. يعني بيدخل المريض بقصور كلوي ولكن بيكون الإضرار محافظ، يعني المريض ما بيحصل عنده شح بول. شح البول مثل ما قلنا أكثر من مرة أنه بده ينقص مقدار البول أقل من 400 مللتر بال 24 ساعة. ايضا قد تظهر بعض الادويه بتبادلات خاصه بكل دواء. في حال سميه للسبلاتين بيلاحظ بيلي الكالسيوم والمغنيسيوم، في حال سميه الانفوتيريسين ب نلاحظ الحموض الانبوبه البعيد خاصه مع نقص البوتاسيوم. اصلا هو الانفوتيريسين ب من الادويه التي تؤدي للحموض الانبوبه البعيد، ومثل ما ذكرنا بالمحاضرات الحماض، الحماض الأنبوبي البعيد عادة بترافق مع نقص البوتاسيوم، لذلك بهذه الحالة يجب تعويض البوتاسيوم. التدبير والعلاج، إيقاف الدواء المسبب مع الإماهة الجيدة عند اللزوم، القبول في المشفى فقد تطور الأذية الكلوية وتصبح غير قابلة للتراجع، علاج محافظ للقصور الكلوي مع تحال دموي في حال الضرورة. يجب التركيز دائما على التدابير الوقائية، مثلا عند إعطاء جنتاميسين يجب مراقبة مستوى الكرياتينين، ولكن عمليا ما حدا بيلجأ له، لكن على الأقل مثلا ما تشاركه، يعني تنتبهوا أنه مثلا ما تشارك أدوية سامية للكلي مع بعضها، مثلا ما تعطي أمينوغليكوزيدات مع مدرات بولية. يعد الجنتاميسين والفلوروكينولون أدوية داخل خلوي، يعني تدخل إلى داخل الخلايا الأنابيب وتبقى لفترة طويلة تمارس تأثيرها الذي ينخفض مع انخفاض تركيز الدواء في الدم. يجب مراعاة الأثر الجانبي للدواء ومضادات الاصطباب، فمثلا مركبات الفلوروكينولون أو بسموها الكينولونات المفلورة مثل مركبات سيبروفلوكلاسين
هالمركبات هي سبروفلوكساسين ومشتقاته مضادات اصطباب، بتعرفوا عند الحوامل مضاد اصطباب اكيد، وعند الاطفال لا يجوز اعطاء، عند الاطفال اقل من بعمر اقل من 16 سنه. حدا بيعرف ليش؟ الفلوروكينولات ممنوع اعطاء عند الاطفال اقل من 16 سنه. أما الأذية سمعية حكيم؟ لا، بتأثر على مشاشات الاتصال، بتأثر على غضاريف الاتصال، لذلك لا تعطى. يعني ما توصف أي مركب فلوروكينولون سبروفلوكساسين أو غيره لأي مريض عمره أقل من 16 سنة. ثانيا، عندنا النخر الأنبوبي الحاد الناجم عن سمي أنبوبي غير مباشر. هون يقوم الدواء بتفعيل حدثية في مكان ما من الجسم، وهي الحدثية هي السبب في إحداث الأذي الكلوي. آليات حدوث الأذي غير المباشرة مثل مرضى اللي بيحصل عندهم انحلال العضلة أو انحلال دموي أو بيلة البلورة. هون تحدث الأذي الكلوي بآلية غير مباشرة، يعني الآلية المرضية حدثت بمكان آخر ولكن أدت إلى بشكل غير مباشر إلى أذي الكلوي، مثل الانحلال العضلة. تحدث بعض الأدوية نخراً عضلياً يحرر الميوغلوبين اللي بيترسب بالأنابيب الكلوية وبيحدث النخر الأنبوبي الكلوي، يعني بيحدث فصل كلوي حاد لأسباب كلوي، بيحدث أكيوتوبولار نكروسيز. ومثالة شائعة الاستخدام جداً مركبات ستاتينات وخصوصاً مشتقات الأتورفا ستاتين. لذلك لا تهمل أي شكاية عند مريض، إذا جاك عم يشكي من تعب عضلي وإنهاك فكر دائما انه يكون عنده صار عنده نخر بالعضلات بسبب مركبات الاستاتينات. وايضا مركبات الفيبرات، مركبات الفيبرات هي بشكل اساسي تستخدم لتخفيض الدهون الثلاثي مثل الكلوفيبرات والجيمي فيبروزيل. هذول عاده بنعطيهم عند مرضى لتخفيض الدهون الثلاثي، وتزداد بعض المرضى أحيانا قد يكون لديهم ارتفاع بالدهون وارتفاع بالكوليسترول بنفس الوقت. فإذا جيت أعطيتهم مركب من مركبات ستاتين وضفت لهم مثلا الكلوفيبرات أو الجيميفيبريزول فمثل الليبانتيل، فبتزداد عندهم نسبة حدوث النخر العضلي والآلام العضلي. لذلك حاولوا قدر الإمكان ما توصفهم أو وصفهم على الأقل بحيث يخفض لك الدهون الثلاثي، الدهون الثلاثية من الكوليسترول يعني بنسبة مقبولة. حاول ما تشربوهن مع بعضهم إذا ما في استطلاب ملح. الآلي الثاني عندنا الانحلال الدموي. هون بيحدث انحلال بالكريات الحمراء بتؤدي لتحرر الهيموغلوبين وبترسب الهيموغلوبين بالأنابيب الكلوي. ومن الأدوية المسببة التي قد تحدث الانحلال الدموي مثل الريفامبيسين، الكينين طبعا هلا هذا صار للذكرى ما عاد حدا يستخدمه، لكن الدواء المستخدم الشائع جدا التريموتوبريم والسلفاميتوكسازول الكوت تريموكسازول أو الباك تريم، يستخدم بكثرة وخصوصا بالإنتانات البولية أو أحيانا حتى ممكن يستخدموه بحالات الجاسترو انترايتس. وهذا بتزداد أصلا مو يعني خصوصا بوجود عوز جي 6 بي دي، أصلا هو ما يفضل استخدامه عند المرضى اللي عندهم عوز الجي 6 بي دي او مرضى الفوال، لانه هو بيحرض الانحلال. مركبات السلفا عاده تعتبر مضاد استطباب اعطاء عند مرضى اللي بيكون عندهم فوال او عوز الجي 6 بي دي. بيله البلورات، تساهم بعض الادويه بتشكيل بلورات ضمن البول بتترسب بالانابيب وتحدث الاذي الكلوي، ومنها الاسكلوفير والميتوتريكزات الفوسكارين والاندي نافير. الاندينافير طبعا هو من الادويه المضاده للفيروسات وخصوصا فيروسات التهاب الكبد بي وسي، يساعد التجفاف ايضا على حدوث بيله البلورات. لذلك يجب ان يرفق تناول هذه الادويه مع إماءها جيده بشرب الماء او اعطاء السيرومات. التظاهرات السريريه والاعراض المرافقه، ارتفاع بالكرياتينين نتيجه قصور كلوي حاد مع بيله حمراء. طبعا البيل الحمراء يعني احمرار لون، ف
فهون بهالحاله هي اما بيكون ناجم عن وجود الميو جلوبين، ومثل ما ذكرنا الميو جلوبين بيكون البول مايل نحو السواد، او وجود بالخضاب بيكون هون البول مايل نحو الاحمرار في الانحلال العضلي، وخصوصا عند استخدام مركبات ستاتينات غالبا ما بيكون المرضى عم يشكو من الم عضلي على شكل انهاك، وفي حاله انحلال الدم تظهر عند مريض اعراض فقر الدم، اعراض فقر الدم الانحلالي ايضا، وقد بيكون عندهم يرقه. التشخيص في حالات الانحلال العضلي ارتفاع الميوغلوبين وايضا ارتفاع ال LDH وال CBK انزيمات العضلات. بالانحلال الدموي عاده بيحصل عند المرضى فقر دم انحلالي بيتظاهر بارتفاع البيليروبين، وخصوصا البيليروبين غير المباشر، مع ارتفاع ال LDH وزياده الشبكيات في الدم المحيط. التدبير والعلاج: ايقاف الدواء مع اعطاء اماها جيده بحيث تكون كميه البول اكثر من 3 لتر يوميا، وايضا قلون البول باعطاء سيروم بيكربونات الصوديوم، هو سيروم ملحي بس لكن يكون مزود بكميه من بيكربونات الصوديوم لقلون البول، لان الاماها مع قلون البول تزيد من انحلال الميوغلوبين والهيموغلوبين وتنقص من ترسبهما، وبالتالي تقلل من نسبه حدوث الاذي الكلوي. طبعا ذكرناها قبل مره في فرق بين البيلي الدمويه والبيلي الحمراء. البيلي الدمويه ليست كل بيلي حمراء هي بيلي دمويه، البيلي الدمويه بيكون فيه كريات حمر وخضاب في البول، اما البيلي الحمراء يعني تلون البول باللون الاحمر قد يحدث لاسباب عديده مثل وجود الكريات الحمر او الاصبغه او الادويه او الدهين. طبعا الريفامبيسين هو الأدوية اللي تؤدي إلى بيلي حمراء طبيعية، والبيلي بالريفامبيسين حقيقة ما هي بيلي حمراء، يعني أنه بيكون البول عادة تقريبا بلون زهري أو حتى مائل نحو البرتقالي، لذلك دائما وقت بدا توصفه الريفامبيسين لأي مريض بتنبهه للمريض أنه هذا الدواء ممكن يغير لون البول، حتى ما يجيك المريض بعد يومين أو ثلاثة أيام ويقول لك يا دكتور يعني صار لون بولي أحمر كتير كتير، فانت اذا بكونك منبه حتى المريض ما يخاف. وايضا حتى هو اصلا الريفامبيسين عند اعطائه بيؤدي لتلون سوائل الجسم كلها، حتى العرق بيصير لونه برتقالي او لون زهري. اما في حال حدوث البيلي الحمراء مع اعراض عامه وعدم تحسن على العياد يكون السبب هو حدوث انحلال دم، حيث لم يتوقف الامر على البيلي الحمراء المعتاد. التهاب الكبب الخلالي الحاد: التهاب الكبب الخلالي يحدث بآلية تحسسية هون ولا علاقة له بالجرعة الدواء، وهذا له بحث خاص راح ندرسه إن شاء الله. رابعا سمي أنبوبي خلالي تتعلق بجرعة الدواء المعطى. من الأدوية التي تسبب سمي الأنبوبي الخلالي هي الليتيوم والتينوفوفير والسيدوفوفير، تؤدي لحدوث متلازمات أنبوبية. الليتيوم بيؤدي لبيلي تافهة كلوية المنشأ. الليتيوم دائما مشهور كثير كثير من الأدوية اللي بتؤدي لبيلي تافهة كلوية المنشأ، مثل ما ذكرنا أكثر مرة نقص البوتاسيوم وارتفاع الكالسيوم. والليتيوم دائما هدول من الأدوية ما تنسوهم اللي دائما بكونوا أو من الأمور اللي بينسأل دائما عنها نظريا، إنه بيؤدوا لبيلي تافهة كلوية المنشأ وبالتالي بترافقوا مع حدوث بوال وسهاف. عندنا التينوفافير، التينوفافير بيؤدي لحدوث متلازمة فانكولي وهي عبارة عن خلل بالأنبوب القريب، وأيضا قد تؤدي بعض الأدوية إلى حدوث تليف خلالي مع قصور كلوي مزمن. الوقاية من الأدوية الأنبوبية تكون باستبدال الدواء أو أعطاء أقل جرعة فعالة كما في الليتيوم إذ لا يمكن استبداله. طبعا الليتيوم هلا حاليا ما بيستخدم يعني بالطب العام أو حتى بالطب الباطني إلا نادر جدا جدا، ما بيستخدم إلا من قبل الأطباء النفسيين وخصوصا بالاضطراب ثنائي القطب، ولكن عمليا ما بتشاهده، نادر جدا أن تشوف مريض بيستخدم مركبات الليتيوم. هلا خامسا عندنا أذي كوبي بآلية مناعية،
هون بتحدث الأذية على مستوى الكبد الكلوي، فتؤدي إلى حدوث داء التبدلات الصغرى، داء المينيمال تشينج ديسيز، واللي المركبات اللي قد تؤدي إلى حدوث داء التبدلات الصغرى هي مضادات التهاب غير استرويدي ومركبات الأنتر فيرو. عندنا بعض الأدوية قد تؤدي إلى حدوث اعتلال الكلي الغشائي، الميمبرينس جلوميرولونفريتس، وكمان أيضا مضادات التهاب غير استرويدي، وهي أهم الأدوية أهم الأصناف الدوائية اللي بتؤدي لحدوث التهاب كبد وكلي غشائي. وأيضا من الأدوية اللي كانت تستخدم سابقا ولفترات طويلة هي أملاح الذهب والديبين سلامين، كانت تستخدم عند مرضى داء الرثانة ومرضى الذئبية الحمامية الجهازية، ولكن حاليا صار نادر استخدامها بعد تطور العلم وتطور علاجات الداء الرثيانه والذئبي الحموي الجهازي. ولكن بس فقط تذكر من بين الادويه العلاج عاده بما انه بسببه داء كلي قليل التبدلات وداء والتهاب كبد كلي غشائي. اذا متذكرين الداء قليل التبدلات والتهاب كبد كلي غشائي عاده بيتظاهروا ببيلي بروتيني غزيره، يعني بيلي نفروزي، فالعلاج بيكون ايقاف الدواء ومراقبة تحسن البيلي البروتين. سادساً عن أذية كلوية بآلية إحداث اعتلال أوعي دقيقة خثرة. بعض الأدوية قد تؤدي لحدوث اعتلال أوعي دقيقة في الكي. يعني بالظاهر على شكل التهاب أوعي خثرة في الكبد الكلوي، وبتؤدي لارتفاع بقيم الكرياتينين. ومن الأدوية المسببة لهذه الأذية هي السيكلوسبورين والتاكروليماس، وأيضا سيسبلاتين، هذا اللي ذكرنا عبارة عن مضاد من الأدوية المضادة للانقسام أو المعالجات الكيماوية التي تستخدم في علاج سرطان الرئة، وأيضا الكلوبيدوغريل أو الكلوفيكس اللي هلأ واسع الانتشار، وخصوصا عند المرضى اللي يكون عندهم نقص ترويد قلبي، وخصوصا المرضى اللي يكون عندهم مركب لون شبكات، فبتلاقوا بيستخدمون لفترة طويلة، وأحيانا في بعض المرضى بيستخدمون لمدة سنة أو أكثر، ولكن هو نادر الحدوث. فمثلا حالة سريرية عن الأدوية اللي بتؤدي لحدوث اعتلال أوعي دقيقة خثرة بالكليتين، مريض مثلا أجرى له زرع كلي وأعطيه مثبطات مناعة السيكلوسبورين والتاكروليماس، تحسن الوظيفة الكلوية وانخفض لديه الكرياتينين، لكن بعد عدة أيام عاد الكرياتينين إلى الارتفاع من جديد وتدهورت الوظيفة الكلوية. لكن شو حدث عند المريض؟ فقر دم انحلالي، لكن مع غياب الأدلة على الرفض المناعي للكلي مزروعة كارتفاع الأضداد. فبهالحالة هي بيكون السيكلوسبورين والتاكروليماس هما السبب في الأذية الكلوية، وخاصة السيكلوسبورين، وخاصة إذا ترافق مع فقر دم انحلالي، وأيضا لقيت بالدم المحيطة كريات حمر مجزأة، فهذا بدل وبيشير لحدوث اعتلال أوعي دقيقة خثرة. التظاهرات السريرية والعلامات المخبرية بتظهر بأذية كلوية حادة، فقر دم انحلالي مع كريات حمر مجزأة أو مقسمة بلطاخ الدم المحيطة، أيضا بترافق مع نقص صفيحات، لأنه اعتلال أوعي دقيقة خثرة لما المنقول خثرة، فهذا بدل أنه بيستهلك الصفيحات، فلذلك بينقص عدد الصفيحات. أيضا بيرتفع اللاكتات ديهيدروجيناز، وبسبب انحلال الدم بيحدث عندنا زيادة بالشبكيات، ولكن بما أنه فقر دم انحلالي فبينخفض الهابتوغلوبي. التدبير قد يحمل إيقاف الدواء مثل ما ذكرنا التاكروليماس والسيكلوسبورين، يعني مثبطات مناعة قوية، وبالتالي ونعطيهم حتى ما يحصل عند المريض رفض، فبالتالي قد يحمل إيقاف الدواء خطورة الرفض. لذلك ففي حال كان هو الدواء المسبب نقوم باستبداله بأدوية أخرى، مثل في أدوية بسموها الأنتي تيموس جلوبولين. أيضا قد يكون في صادة البلازما فيريسيز مفيد في بعض الحال. هلا هوني ملخص هذا الدواء، هذا الجدول ملخص للأدوية وآلياتها لإحداث الأذيات الكلوية، راح نعيدها حتى تثبت معكم بشكل ممتاز. السمية الأنبوبية مباشرة، الأدوية اللي بتؤدي لحدوث سمية أنبوبية مباشرة هي الأمينو
جلوكوزيدات وخصوصا الجنتمايسين والمواد الضليه اليودي سيس بلاتين والانفوتيريسين بي. الاعراض ترافق مع اعراض سريه ارتفاع الكرياتينين، المواد الضليلي اليو دي بترافق مع نخر انبوبه حاد، وبالتالي تظهر عندنا اسطوانات طينيه او اسطوانات بنيه مصطبغه بفحص البول والراسب. السيس بلاتين بترافق مع بيل الكالسيوم والمغنيزيوم، والانفوتيريسين بي قلنا بيؤدي لحدوث حموض انبوبه بعيد او مع نقص البوتاسيوم، والعلاج عاده بيكون ايقاف الدواء والإماه. السم الانبوبي غير مباشره مثل قلنا الانحلال العضلي بينتج عن مركبات ستاتينات ومركبات الفيبرات، بتترافق مع الام عضليه، بيرتفع الميوجلوبين والسي بي كي والال دي اتش، وبيرتفع الكرياتينين، وبكون عند المريض بيلي حمراء لكن ما في بيلي دموي. انحلال الدم مثل مركبات الريفامبيسين والكينين والكوتريموكسازول او مركبات الباكتريم، بتعطي اعراض فقر دم انحلاله، يعني المريض بيكون عنده ارتفاع بالبيليروبين غير مباشر، ارتفاع ال دي اتش والشبكيات، ارتفاع الكرياتينين وبيلي حمراء. اما بيلي البلورات هي مركبات الاسيكلوفير والميتروكزات والفوسكارين والاندينافير، ترافق مع ارتفاع بالكرياتينين، والعلاج بشكل عام لهالزمره هي من الادويه ايقاف الدواء والإماها وقلوند البول. السموي الانبوبي الخلالي مثل ما ذكرنا الليثيوم بيؤدي لبيلي تافهه، التينوفافير بيؤدي لمتلازم فانكوني على مستوى الانبوب القريب، والسيدوفافير بيؤدي لحموض انبوبه بعيد، وايضا هاي الادويه قد تؤدي لحدوث تليف خلالي وقصور كلوي مزمن. التدبير عاده انعطاء جرعه اقل او استبدال الدواء. الادويه اللي بتؤدي لاذيه كوبي داء قليل التبدلات هني مضادات التهاب غير السيرويدي والانترفيرون، او التهاب الكبب الكلي الغشائي، مضادات التهاب غير السيرويدي واملاح الذهب والديبنسلامين، والتظاهرات المخبريه عاده تظهر على شكل متلازمي نفروزي، والعلاج بيكون ايقاف الدواء ومراقبه تحسن البيلي البروتيني. اما الادويه اللي بتؤدي لحدوث احتلال اوعي دقيقه خثره هي مركبات السيكلوسبورين والتاكروليماس والسيسبلاتين والكلوبي دوغريل، عادة تظهر بارتفاع الكرياتينين وبسبب حدوث اعتلال أوعي دقيقة، بيحصل عندنا فقر دم انحلالي بسبب تجزؤ وتكسر كريات الحمراء، فبيحصل عندنا ارتفاع بالإلديش والشبكيات، ونشاهد كريات حمر مجزأة أو مقسمة بلطاخة الدم المحيطة، وبتحدث نقص بالصفيحات بسبب استهلاك الصفيحات بالحوادث الخثرية، ونقص بالهبتوغلوبولين. عادة كتدبير إما استبدال الدواء، أو مثلا إذا مريض عنده زرع كلي وبدك والدواء المتهم هو سيكلوسبورين أو تاكريلماس، بهيك حالة بتعطي الأنتيتيموس جلوبولين أو تلجأ لفيصاد البلازما. هلا الأذية الكلوية الدوائية الحادية بعد الكلوية، يعني اللي بيكون بتسبب انسداد، تؤدي بعض الأدوية إلى حدوث تليف خلف البيرتوان، وبالتالي انسداد حالب بالجهتين. التليف خلف البيرتوان ومثل ما ذكرنا ومثل ما بتعرفوا الكليتين والحالب هن من الأعضاء خلف البيرتوان، ففي حال حدوث تليف خلف البيرتوان بكون أمامهم الحالبين، فبيحصل التليف كذلك بيمتد للحالبين، وبالتالي بينضغط الحالبين وبيؤدي لحدوث انسداد أو استصغاء كلوي ثنائي جانب. ومن هاي الأدوية حصيرات بيتا والإرجو تامين، مركبات الهيدراليزين والميثيل دوبا. طبعا هي المركبات اللي ذاكرهم الدكتور، يعني قد تحدث التليف خلف البيرتوان، لكن احداث التليف خلف البيرتوان نادر ونادر جدا، والدواء اللي كان يعني هو المشهور باحداث التليف خلف البيرتوان هو مركب كان اسمه الميثيل زيرجيد، هذا كان يستخدم لعلاج الصداع العنقودة والصداع النصفة أو الشقيقة، ويستخدم كذلك بالحالات الوقائية للشقيقة. أصلا هذا الدواء الأشهر والذي تم إيقافه بسبب حدوث حالات كثيرة من تليف خلف البيرتوان الريتروبيرتينال فيبروسيس. ولكن هاي الأدوية حصيرات بيتا والإرجوتامين والهيدراليزين وميثيل دوبا
مذكوره من ضمن الادويه، لكن هي ما مشهوره باحداثها للتليف خف بيتوان. الدواء المشهور واللي كان مشهور على نطاق واسع واصلا تم ايقافه بسبب احداثه للتليف خف بيتوان هو مركب الميثيل زرجي. بسبب احداث التلف خلف البيتروان وانسداد بالحلبين تؤدي الى حدوث قصور كلوي. انسداده عاده يشخص بالايكوغرافي بنشاهد استسقاء كلوي ثنائي الجانب، يكون العلاج بايقاف الدواء ووضع قصره حالبيه على شكل دبل جي في الجهتين. هلا الاذيات الكلويه الخاصه بكل ماده راح نحكي عن بعض المركبات الدوائيه، تأثير مضادات التهاب غير السيرويدية على الكلي، وعند أطباء الكلي تعتبر مضادات التهاب غير السيرويدية هي العدو الأكبر للكلي، وتأثر بكل الآليات السابقة اللي ذكرناها، لكن أهم شيء ضروري تنتبهوا للآليات اللي بتحدثها مركبات مضادات التهاب غير السيرويدية. أولا بتؤدي لنقص إنتاج البروستاجلاندينات، مثل ما بتعرفوا البروستاجلاندينات عبارة عن نصيعات وعائية، فبالتالي بتؤدي لحدوث احتباس الماء والملح وارتفاع توتر الشرياني، بتؤدي لتقبض الشرايين الوارد بسبب نقص انتاج البروستاجلاندينات. مثل ما ذكرنا البروستاجلاندينات هي موسعات وعائيه، فحصره لمركبات البروستاجلاندين بتؤدي لحدوث تقبض الشرايين الوارد وحدوث اذيه كلويه حاده عاده بتكون قبل كلوي بريرنا. ايضا قد تؤدي لحدوث النخر الانبوبي الحاد، وبالتالي بتؤدي لقصور كلوي الحاد. طبعا مثل ما راح ندرس ان شاء الله بمحاضره التهاب الكلي الخلالي، من اشهر الادويه اللي بتؤدي لحدوث التهاب كلي خلالي حاد هي مضادات التهاب غير السيرويدي. مثل ما شفتوا هلا بالمحاضره قد تؤدي لحدوث متلازمه نفروزي، مثل ما ذكرنا قد تؤدي لحدوث التهاب كبوي كلي غشائي وداء قليل التبدلات. ايضا مثل ما راح ندرس بفرق قاره لاحقه، اعتلال الكلي بالمسكنات تؤدي لحدوث اذيه كلوي مزمنه مع احتمال حدوث نخر حليمات حاد. ايضا هاي الادويه قد تترافق مع ارتفاع بوتاسيوم الدم. مثل ما بتعرفوا آلي التاثير مضادات التهاب غير السيرويدي هي انه بتثبط مركبات آليتها الاساسيه، بتثبط مركب السيكلوكسيجيناز 1 و2، وبالتالي بالنهايه تؤدي الى تثبيط صناع البروستاجلاندينات. طبعا في مركبات بتثبط السيكلوكسيجيناز 1 بشكل انتقائي، وفي مركبات بتثبط السيكلوكسيجيناز 2 بشكل انتقائي، واما في مركبات بتثبط ما في انتقائي بيناتهم، بتثبط السيكلوكسيجيناز 1 والسيكلوكسيجيناز 2. هلا من المركبات اللي بتثبط عاده السيكلوكسيجيناز 1 والسيكلوكسيجيناز 2 عاده هي بتكون متهمة بإحداث القرحات والتهاب المعدي السحجة، لذلك تم اصطناع مركبات أحدث بتأدي فقط لتثبيت السيكلوكسيجيناز 2، وعلى رأسها مركبات السيلي كوكسيد والمركبات اللي بتنتهي بالكوكسيد. مركبات كوكسيد هي مثبطات السيكلوكسيجيناز 2، وبالتالي نسبة حدوث القرحات المعدية أو إحداث القرحات الهضمية بتكون أقل من المركبات غير الانتقائي. هل عندنا اعتلال الكلي بالمواد الظليلي؟ تعريف اعتلال الكلي بالمادة الظليلي هو ارتفاع كرياتين الدم خلال 24 إلى 72 ساعة بعد حقن المادة الظليلي. والمواد الظليلي بشكل عام هي مواد UD تستخدم عادة في التصوير الطبق المحوري أو تصوير الكلي الظليل أو حتى بالقسطرة القلبي، وهي تعد أسرع أسباب القصور الكلوي الحاد. طبعا بالسنوات الأخيرة انخفض معدل حدوث اعتلال الكلي بالمادة الظليلي لعدة أسباب، منها أنه الأطباء صاروا أكثر وعيا لهذه المشكلة. أيضا من الأسباب اللي ساهمت إنتاج مواد ظليلي بحلولية منخفضة قريبة من حلولية البلازما، يعني حلولة هاي المواد تقريبا بين 290 إلى 300 ميلي أوزمول على الكيلوغرام. سابقا المواد الظليلي أول ما اخترعت كانت حلولتها عالي وعالي جدا، كانت توصل ل 2000 ميلي أوزمول على الكيلوغرام. الآلية الإمراضية بتؤدي لحدوث سموي أنبوبي مباشرة، ضروري تعرفوا الآلية الإمراضية لاعتلال الكلي بالمواد الظليلي.
تتركز هاي المواد داخل خلايا الأنبوب البولة ونتيجة لحلولتها العالي مقارنة بحلولة الدم والبول تقوم بقبض الماء لداخل الخلايا وبالتالي تؤدي لحدوث انفجار الخلايا. لذلك كل ما كانت المادة الضليلة حلولتها معادلة أو قريبة من حلولة البلازما كلما كان تأثير هذه الآلية أخف، وكلما كان المادة الضليلة حلولتها مرتفعة فبالتالي تقبض الماء لداخل الخلايا وبالتالي تؤدي لحدوث انفجار الخلايا الأنبوبية. وأيضا من الآلية الثانية تؤدي لحدوث تقبض وعائي في الشرينات الوردي ونخر أنبوبة حاد. التظاهرات عادة ترافق مع ارتفاع كرياتين الدم لكن لحسن الحظ بيكون عكوس بيلي بروتيني متوسط شديد دون بيلي دموي. وكقاعدة عامة بيحدث تحسن تدريجي خلال 2-3 أسابيع نظرا لقدرة الخلايا الأنبوبية على الشفاء والتجدد التلقائي، لكن هون المشكلة الأساسية هي عند المريض اللي بيكون بيعاني من قصور كلوي مزمن أو درجي أو أي درجة بسيطة من القصور كلوي مزمن قد يواجه خطر تفاقم حالته بشكل دائم وقد ينتهي به الأمر بأنه يحصل لديه قصور كلوي مزمن دائم وينتهي الأمر بالغسيل. هلأ هاي شغلة كمان كتير مهمة، عوامل الخطر لاعتلال الكلي بالمادة الضليلة، وهي تصنف إلى عوامل متعلقة بالمريض وعوامل متعلقة بنوع المادة الضليلة. العوامل المتعلقة بالمريض هي وجود قصور أو أذية كلوية سابقة مثل كرياتينين كرياتينين مرتفع أكثر من 1.5 ميلي جرام ديسلتر أو تصفية كلوية يعني معدل رشح كوبي أقل من 30 مللتر أو أقل من 30%، مرض الداء السكري حتى لو كان الكرياتينين 1.2، مرض الداء السكري يعتبر عامل خطورة كبير، لذلك يعني ما توصفه تصوير ضليل أو مادة ضليل لمريض عنده داء سكري إلا في حال الضرورة القصوى. أيضا من العوامل الخطورة المتعلق بالمريض العمر المتقدم أكثر من 70 سنة وخصوصا في حال وجود فقر دم شديد، خضاب أقل من 9 وتصفية كلوية منخفضة، قصور القلب من الدرجة الرابعة يعني هذا المرحلة الأخيرة من مراحل قصور القلب، في حالات نقص الحجم عند مرضى الإبقاءات والإسهالات الشديدة ومرضى هبوط الضغط. عوامل تتعلق بالمادة الضليلة منها استخدام مادة ضليلة عالية الحلولية وبشكل عام هلأ ما عاد تستخدم نظرا لوجود مركبات أحدث منها من المركبات السابقة، أو أحيانا هذا اللي ممكن يحصل حقن متكرر خلال أقل من 72 ساعة كما في تتالي قسطرة التشخيصي والعلاجي. أحيانا مثلا بيجي مريض عنده احتشاء عضلي قلبي حاد أو عنده نقص صدري قلبي حاد أو نقص صدر غير مستقر، فاليوم بيعمل تشخيصي يعني شخص فقط أنه عنده سداد بالشريان الأمامي النازل أو عنده سداد بالشريان المنعطف أو عنده سداد بالشريان الكليل الأيمن، ولسبب أو لآخر ما حسوا مثلا يركبوا له ستنت أو يعملوا له، فقالوا له لبكره كمان بكره بده يرجعوا يسووا له قسطرة قلبي ويحقنوا مادة ضليلة مرة ثانية، فهي تعتبر خطورة لاعتلال الكلي مواد ضليلة. إذا كان بالإمكان والأفضل هو يتم إجراء قسطرة تشخيص واحد أو على الأقل تأخير حدوثها إذا أمكن، يعني إذا كان حالة المريض تسمح المتكرر اليوم يزيد نسبة خطورة حدوث اعتلال كلي بالمادة الضليلة. التصوير الشرياني يعتبر عامل خطر لأنه بيؤدي لوصول المادة الضليلة بتركيز أعلى من التصوير الوريدة إلى الكليتين. أيضا كمية المادة الضليلة المحقوني تلعب دور مثل تصوير لابر قد يحتاج إلى 150 أو 200 مللتر أو أكثر، لذلك كل ما زاد مقدار المادة الضليلة أيضا بزياد خطورة حدوث اعتلال الكلي بالمواد الضليلة. هلأ الوقاية من اعتلال الكلي بالمواد الضليلة وهي الوقاية تبدأ قبل وأثناء إجراء التصوير الضليل عندما يكون المريض لديه عوامل خطورة لاعتلال الكلي بالمادة
الظليلي، نقوم بتحضير المريض قبل الحقن وفقا لما يلي: الإماهة بكربونات الصوديوم أو بسيروم ملحي وهي الأهم، وتبدأ قبل ساعة من الحقن وتستمر لمدة 6 ساعات بعد الحقن، ويعطى عادة السيروم الملحي بمعدل 30 مللتر على الكيلوغرام بالساعة. الإجراء الأفضل فيما يتعلق بنوعية المادي الظليلي هي استخدام مادي ظليلي منخفض أو سويد الحلولية، يعني قريب من حلولية البلازما، وحقن أقل كمية ممكنة من المادة الظليلية التي تفي بالغرض، خصوصا يعني أقل من 100. وأيضا عند بعض المرضى الداء السكري أو المرضى اللي عندهم ارتفاع بالكرياتينين حدة يعني بين 1.4 ل 1.5، أعطاء أدوية وقائية مثل اليورو ميتوكزان اللي اسمه التجاري. هذا الدواء بيتركز ضمن خلايا الأنبوبية الظليلي من دخول، وبالتالي يمنع احداث الاذي. مثل ما شرحنا، الماده الظليلي هي بشكل اساسي بتتركز داخل الخلايا الانبوبيه، فاذا كانت حلولتها مرتفعه بتقبض الماء بكميه كبيره، فبيدخل الماء لداخل الخلايا بيؤدي الى انفجاره. هاي الماده المسنه بتدخل داخل الخلايا الانبوبيه وبتمنع الماده الظليلي من الدخول اليها، وبالتالي بتمنع حدوث الالم الامراضي. ايضا مركب شائع استخدام كثير عند بعض عند المرضى اللي عندهم خطوره لحدوث اختلال الكلى بمواد ظليلي، وهو ال NSAID-Cysteine. طبعا هون ما بعرف شو اثبت الدراسات عدم فعاليته، ولكن يستخدم هو ال NSAID-Cysteine هو يستخدم. ومين بيعرف هذا الدواء كمان لشو نستخدمه؟ ما مر عليكم بالاطفال سيتامول؟ قطر صوكم مو مزبوط تسمم، بس شو ما سمعته سيتامول. تمام تمام ممتاز. ايضا كما يعني وقائيا ايقاف بعض الادوية المدرات ومثبطات الخمير القلبي الانجوتنسين ومضادات مستقبلات الانجوتنسين 2 قبل يوم واحد من حقن المادي الظليلي. ايضا قد نعطي مثبطات حمض البول مثل مركبات الالوبيرين. انتبهوا، الاعتلال الكلي بالمواد الظليلي تحدث الاذيه فقط في الاعطاء الوريدي عند اعطائها وريديا، لا تحدث الاذيه الكلوي بعد الاعطاء الفموي، لأن المادة الظليلي لا تمتص إلا في حال تسربها للدم، كما هو الحال في حال القرحات العميقة الموجودة بالسبيل الهضمي، وبالتالي سيتم إطراحها عن طريق الكلي. لكن إذا كان بدنا نسوي تصوير ظليل للمعدة والأمعاء والمريض ما كان عنده قرحات عميقة بحيث تمتص هاي المواد الظليلي وبعدها تروح للكلي، ما إلها أذية بشكل عام. الأذية الكلوية أو اعتلال الكلي تالي المواد الظليلية عادة وبشكل يعني تقريبا تام بيحدث بعد الإعطاء الوريدة. دائما نقوم بمعايرة الكرياتينين قبل أي حقن للمادي الظليلي، واعتمادا على النتيجة نقوم بالحقن أو لا. وحتى في الحالات الإسعافية مثل القصر القلبي الإسعافي يجب إجراء الكرياتينين. ما بصير والله حتى لو كانت حالة إسعافية ومريض عنده مثلا احتشاء عضلي قلبي ولا صدمة قلبي، لازم تعرف مستوى الكرياتينين عند المريض، مو بس فقط لأن حالة إسعافية، كون معظم حالات الأذية الكلوي بالمادة الظليلي تحدث أصلا في سياق القسطرة القلبي. وعادة أصلا القصة الوصفية اللي بيجيبوا لكم إياها مثلا كأسئلة نظري بيقول لك إنه مريض لديه داء سكري وعنده مثلا الكرياتينين كان 1.2 أو 1.4، حدث لديه احتشاء عضلي قلبي أو خناق صدر غير مستقر وتم إجراء قسطرة قلبي، بعد يومين أو 3 أيام صار الكرياتينين عنده 3 ميلي جرام ديسيلتر، وبقى ببلش فيك يعني أسئلة من ناحية أنه هالموضوع هذا. عادة هيك بتكون القصة سر. الأذية الكلوية المحدثة بالأمينو جلوكوزيدات يتم قبض هذه الأدوية في الأنبوب القريب، وهون بتتراكم فيه لفترة طويلة مؤدية لسمية مباشرة
بألي تراكمية يعني معتمدة على تركيز دواء بالدم، وتحدث عادة الأذية الكلوية بين اليوم الخامس إلى العاشر من بدء إعطاء الدواء. آلية الأذية الكلوية تؤدي لتضيق الشرايين الوارد والتأثير على استقلاب الفوسفوليبيدات. بتزداد الأذية الكلوية عند مرضى اللي بيستخدموا الأمينوكلوزيدات بزيادة الجرعة المعطاة وعند إعطاء جرعات متعددة بدل من جرعة واحدة. انتبهوا، إعطاء جرعات متعددة من الأمينوكلوزيدات بيزيد نسبة حدوث الأذية أو السمية الكلوية أكثر من إعطاء جرعة واحدة. يعني عادة مركبات الأمينوكلوزيدات يفضل إعطاء جرعة يومية واحدة حتى لو كانت مثلاً 200 ميليغرام، أفضل أنك تعطيها مثلاً 40 أو 60 ميليغرام ثلاث مرات يومياً. عادة انتبهوا، مثل ما ذكرت مركبات الأمينوكلوزيد واعتلالكلي بالمواد الضليلة عادة بكون إدرار محافظ، يعني ما بيحصل فيهون عند المريض شح بول. عادة لا يحدث شح بول، كما تنقص القدرة على تكثيف البول، يعني بيكون البول ممدد بالإضافة لضياع المغنيسيوم البولي. الوقاية، انتبهوا لمركبات الأمينوكلوزيدات لأنه بكرة راح تستخدموها كتير. إعطاء جرعة واحدة يوميا ولفترة لا تتجاوز أسبوع، وذلك في حال كان هو الدواء الوحيد الفعال. مثلا لو فرضنا مريض عنده إنتان بولي وطلبت مزرعة مع التحصص للصادات، كان مثلا فقط الجنتاميسين أو الإميكاسين هو الدواء الوحيد اللي حساسي عليه البكتيريا، فالحالة هي إعطاء جرعة واحدة يوميا ولفترة لا تتجاوز الأسبوع. ففي حال أعطينا 80 ميلي جرام صباحا ومساء تكون الأذية أكبر من الأذية فيما إذا أعطينا 160 ميلي جرام مرة واحدة، لأنه بهالحالة هي يزداد قبض الدواء من قبل خلال الأنبوب القريب بالجرعات المتعددة. طبعا تجنب هذه الأدوية قدر الإمكان وتجنب الإعطاء العشوائي. ففي حال كان لدى المريض إنتان بولي مستجيب على الجنتماسين أو الفلوروكينيلون، فبهالحالة هي منفضل إعطاء الفلورو كينيلون أفضل أنك تعطي أمينو غلوكوزيد، خصوصا إذا ما كان عنده متوسط ضغط. يعني بشكل عام مركبات الفلورو كينيلون هلأ تقريبا حلت مكان الأمينو غلوكوزيدات بالإنترنت البولية عامة، ويفضل استخدامها لأنه ما لها تأثيرات جانبية مثل السمية الكلوية، فيفضل استخدامها بدل من استخدام مركبات الأمينو غلوكوزيد، وخصوصا إذا ما في المريض عنده متوسط ضغط كان يكون حامل أو طفل بعمر أقل من 16 سنة. من الإجراءات الوقائية أيضا إجراء معاير الدواء في الدم في حال توفره، لكن هذا للأسف غالبا ما بيكون متوفر عندنا. هل عندنا اعتلال كلي بالمسكنات؟ تنجم عن تناول المفرغ للمسكنات الأسبرين والباراسيتامول مضادات التهاب غير السيروليدي، كما في حالات المرضى اللي بيكونوا بعانوا من صداع وخصوصا الصداعات المزمنة مثل الصداعات الشقيقة، أو المرضى اللي بيكون عندهم آلام مفصلية مزمنة مثل المرضى المسلمين وخصوصا المرضى المسلمين اللي بيكون عندهم التهاب مفاصل تنكسي أو أرثرايتس، فمضادات التهاب غير السيروليدي أو المسكنات يومية. هذه على الكمية المتناولة، أي عندما تجاوز 1 كيلوغرام مثلا المرضى اللي بيصل عندهم اعتلال بالباراسيتامول، إذا المريض بياخذ له 500 ميلي جرام مرتين كل يوم أو 1 جرام، بعد شيء 4-5 سنوات بوصل لأنه أخذ له 1 من الدواء. أدى ذلك إلى نقص تروي في الكلوي، لأنه مثل ما ذكرنا الكلوي هو الأكثر حساسية لنقص التروي، والأكسجي لأنه هو ترويته أقل من تروي القشرة الكلوي، ويعتبر ذلك سيتناول المفرط للدواء خلال فترة زمنية طويلة يعني على مدى 5-10 سنوات. طبعا يعد أكثر شيوعا للنساء مما هو عند الرجال ب5-7 أضعاف. السير السريري يكون التطور عادة مزمن وغير عرضي، وبدء عادة بيكون مخاتل غالبا ما بيأتي على شكل يعني اعتلال حاد مزمن
تتخلوا له نوب من النخر الحليمي الحاد. اللي درسنا نخر الحماد وفرجيناكم عليها صورة وقلنا اعتلالك المسكنات المضادة غير سري قد مرضى فقر الدم المنجلي يحدث عند النخر بالحليمة وقلنا قد تنطري حتى حليمات الكلى عن طريق البول القولنج الكلوي الحاد أو التهاب الحويضة والكلي الحاد. كان المرضى اللي بيكون عندهم اعتلال كلي بالمسكنات هناك خطورة لحدوث سرطان انتقالي في الظهر البولي لدى هؤلاء المرضى، يعني سرطان بشرة انتقالي. طبعا انتبهوا مو سرطان انتقالي يعني سرطان منتقل من مكان آخر، لا، البشرة البولية احنا بنسميها بشرة انتقالية يعني بالتشريح المرضى، فممكن يحصل عندهم سرطان بشرة انتقالية يعني سرطان بالطرق البولية سواء بالحالب أو بالمثل. التشخيص عادة بيعتمد على وجود قصة دوائية إيجابية، إنه مريض بيكون عنده مثلا ألم مفصلي مزمني أو مريض عنده صداع مزمن وبتناول كمية كبيرة من المسكنات لفترات طويلة، بفيد التصوير الطبق المحوري بدون حقن مادي ظليلي. في التشخيص حيث بيظهر بالتصوير الطبق المحوري مثل ما انتم شايفين بها الصورة صور بحجم الكليتين مع تعرج وعدم انتظام بحواف الكليتين، ايضا تظهر عقابيل التكلس بعد النخر الحنين مثل ما انتم شايفين هون بصورة الطبق المحوري بيظهر صغر حجم الكليتين وتعرض وعدم انتظام حوافها ومحل السامين شايفين هاي التكلسات، هاي عبارة عن تكلسات حدثت بعد حدوث نخر حليمة حاد عند مرضى اعتلال الكلي بالمسكن. العلاج إيقاف الدواء والمراقبة الجيدة للمرضى الذين يتناولون المسكنات بشكل مزمن. والقصة النموذجية لحالة اعتلال الكلي بالمسكنات أنه سيدي بعمر 67 سنة تتناول المسكنات منذ 12 سنة بسبب التهابات مفصلية لديها، بالفترة السابقة زاد تناولها للمسكنات بسبب ألم وتشنج في العنق لديها، فحضرت إلى قسم الإسعاف بألام شرسوفي، ومن ثم تبين من خلال التحاليل أن لديها ارتفاع شديد في الكرياتينين بالسي تي بدون حقن، تبين صغر في حجم الكليتين مع تكلسات، تم تشخيص السيدي باعتلال الكلي بالمسكنات وحدوث قرحة هضمي. هلأ هذا جدول ملخص للأدوية اللي حكينا عنها، المواد الظليلة آليتها تحدث سمية مباشرة بآلية نخر أنبوبي حاد وتقبض بالشرينات الواردي، تظهر سريا على شكل ارتفاع كرياتينين عكوس وبيلي بروتيني متوسط شدي لكن دون وجود بيلي دموي، والعلاج والوقاية الإماهة الجيدة واستخدام مواد منخفضة أو سوية الحلولية وأعطاء المادة الظليلة بكمية قليلة أقل من 100 ملتر، وأدوية وقائية مثل ما ذكرنا مركبات الميسنا والإنستين السيستين، وإيقاف بعض الأدوية مثل مركبات الأسينيبترز أو مركبات الأنجوتاسين ريسبتر بلوكر قبل يوم واحد من الحقن. الأمينو غليكوزيدات بتأذي لتضيق الشرين الوارد وتأثير على استقلاب الفوسفوليبيدات، بتأدي لنقص تضاور السرير، بتؤدي لنقص القدرة على تكثيف البول وضياع المغنيزيوم. بشكل عام كذلك الوقاية والعلاج باعتلال الكلي بالأمينوغليكوزات، أعطاء جرعة وحيدة ولفترة لا تتجاوز أسبوع، تجنب الدواء قدر الإمكان وتجنب الإعطاء العشوائي معايرة الدواء في الدم. المسكنات بتؤدي لحدوث نقص تروي لبي على قد تؤدي يعني عادة بتكون بدأ مخاتل وما بتظهر بشكل حاد، فممكن تؤدي لحدوث قصور كلوي مزمن، وبالحالات الحادة قد تؤدي لحدوث نوب نخر حليمي حاد بيظهر على شكل ألم قولنجي حاد أو التهاب حويضة أو كلي، والعلاج والوقاية بيكون بإيقاف الدواء ومراقبة جيد. هل استخدام الأدوية لدى المرضى قصور الكلوي مزين؟ هذا للاطلاع ما في داعي نطالبكم فيه، وهي الاسئله كمان طلعوا عليها لانه كمان تفهموا من خلال القصص الاسئله وكيف بتجي على الادويه والكلي.
ولهم بيكون انتهي محاضرتنا. إذا في حد عنده سؤال يتفضل. أوكي، ممكن سؤال؟ ممكن تفضل. المثبطات الـ RCA بارتفاع توتر الشرياني مكتوب إنه هي مضاد استطباب لدى مرضى القصور الكلوي، والمحاضرة السابقة أخذناها إنه هي استطباب. لا، حسب المرحلة. مضادات الالتهاب، مضادات الخمير القلبي للأنجوتنسين هي مضاد استطباب لدى مرضى. عفوا حكيم، بس أفهم السؤال. إيه نعم حكيم، معك. اتفضل. أنا عم بسأل إنه مثبطات الـ RCA بمحاضرة ارتفاع توتر الشرياني على ما أعتقد ذكروها إنه مضاد استطباب بالقصور الكلوي. طيب أنتين، ما هي مضاد استطباب هي بالقصور الكلوي؟ مضاد استطباب مطلق، هي مضاد استطباب مطلق عند مرضى اللي بيكون عندهم تضيق شريان كلوي ثنائي الجانب، أو مرضى قصور الكلوي المزمن اللي مثلا بيكون عندهم ارتفاع بالبوتاسيوم، ولكن هي ما هي مضاد استطباب مطلق عند مرضى القصور الكلوي المزمن. تمام حكيم، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك، لانه هلا بتلاقي رح تلاقي انه مرضى قصور كلوي مزمن عم بيستخدموا يعني مركبات الاسي انهبيترز. يعني هلا مثلا مرضى السكري، حتى مرضى السكري اللي مثلا بكون عنده الكرياتينين 1.5 ولا 2، بنضل نعطيهم حاصرات اقنيه يعني الاسي انهبيتر. ولكن مثلا مريض صار عنده قصور كلوي مزمن وعم يغسل، تمام؟ فشو بدها تأثر؟ يعني إذا المريض صار عنده قصور كلوي ومزمن وعم يغسل، فحتى لو أعطيته مركبات أسي نمتر شو بدها تسوي؟ خلاص يعني الكلى ما عادت شغالة عنده، فما لا تعتبر مضاد استطباب مطلق. ولكن في بعض المرضى إيه، مثلا المريض اللي بيكون عنده ارتفاع بالبوتاسيوم لا يفضل أنك تعطي مركبات الأسي نمتر. طب حكيم، المرضى اللي محطوطين على التحال أو الغسيل الكلوي هو بنعطيهم بالإضافة للتحال مدراء؟ يعني بالمرحلة النهائية من قصور الكلوي بنعتمد على المدرات ولا ممكن أعطاء الأس؟ تعطيهم المدرات دكتور، ولكن المدرات غالبا ما بتكون فعالة. يعني مرضى القصور يعني مرضى القصور الكلوي المزمن عادة الدواء الوحيد اللي بيكون فعال هي مدرات العروي اللي هي الفروزمايد أو اللازكس، ولكن غالبا ما بتكون ما بتشتغل عند مرضى القصور الكلوي. أو بدك تضطر شو تعطي جرعة عالية، وغالبا الفموية ما بتفي، يعني تعطي لازكس حبي ولا حبتين ما بتفي، بدك تعطي يعني إذا أعطيته أعطيت، وخصوصا إذا الضغط بيتحمل ممكن تعطيه وريدة قد يستجيب المريض، ولكن فموية أو تعطي حبي مثل المرضى العاديين ما بيستجيب. لأنه أصلا في مرضى ما عندهم قصور كلوي وبكون عندهم مثلا هلا مرضى المتلازم النفروزي، لازكس أحيانا ممكن تعطيه وما بيستفيد. تعرف ليش؟ لأنه مثلاً مرضى النفروز اللازكس حتى يروح يأثر بالعروي، عروة هنري الجزء الصاعد، لازم يرتبط بالألبومين، لازم عادة يرتبط بالألبومين. مرضى النفروز بيكون عنده نقص بالألبومين، وبالتالي أصلاً الدواء ما بيرتبط بالألبومين اللي يروح يأثر بالمكان تأثيره اللي هو الجزء الصاعد العروة الهنري. إضافة لأنه المرضى اللي بيكون عندهم نقص بالألبومين مثل مرضى تشمع الكبد ومرضى المتلازم النفروزي بيكون عندهم وذمات معممة، حتى بيكون عندهم وذمي بجدار الأمعاء، فحتى لو عطيته اللازكس كمان امتصاصه بيكون سيء. انتبهوا، مرضى الوذمات الشديدة مثل مرضى قصور القلب، مرضى تشمع الكبد، مرضى المتلازم النفروزي بيكون عندهم حتى وذمي بجدار الأمعاء، فلازكس اللي بتعطيهن اياه عن طريق الفم ما بيمتص، يمتص بشكل سيء. لذلك لا تستغرب اذا اعطيت للمريض حبه لازكس او حبتين وما استجاب. لذلك بهيك حالات بدك مثلا مريض النفروز حتى بدك اياه يستجيب على المدرات، في احيانا بنسوي شغلي انه بنعطيه الالبومين، بنرفع له مستوى الالبومين، بنعطيه فلاكوني او فلاكونتين البومين
وبعدها بنعطيه المدرات بتلاقي استجاب على المدرات بشكل كويس. تمام حكيم، الله يعطيك ألف عافية. تحليل الهابتوغلوبين، هابتوغلوبين هذا شو ما هذا معلم؟ هذا بدك تدرسه بأمراض دم. هذا شو أنا أدخلكم بالدم؟ لا ما سمعنا فيه لأنه هذا الهابتوغلوبين هذا عبارة عن أحد البروتينات اللي بروتينات الطور الحاد، هذولي تدرسون بأمراض دم، بتلاقي بفقر الدم الانحلالي بينقص إنتاجه من الكبد. أما بفقر الدم مثلا بأنواع معينة مثل فقر الدم بعوز الحديد أو شيء بيكونوا مرتفع، فهذا بشكل أساسي تدرسوا بأمراض الدم، يعني المفروض يعطوكم إياه بفقر الدم بعوز الحديد، وخصوصا بفقر الدم الانحلالي لأنه هو ينتج من الكبد. في حال فاقات الدم الانحلالي بينخفض هذا الهابتوغلوبين. هذا هو يمكن حكيم بيربط الهيم الحر لازم. نعم بس هذا يعني مذكور، هو هون ذاكركم كمعلومات، يعني انتم لا تدققوا عليه كثير. هاي المعلومات بشكل اساسي تدرسوها بامراض الدم، ولكن من تظاهرات فقر الدم الانحلالي انه بيترافق مع ارتفاع بالبيلروبين، وخصوصا بالبيلروبين غير مباشر، ارتفاع اللاكتات ديهيدروجيناز وارتفاع الشبكيات، وبيحصل عندنا كذلك نقص بمستوى الهابتوغلوبين. ولك بشكل أساسي هذا بأمراض الدم. الله يعطيكم العافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.